السلام عليكم. التحالف قوض سلطة الرئيس هادي، عبارة جاءت في التقرير الأممي الصادر عن فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الذي وضع الضوء حول العديد من الزوايا في الجغرافيا اليمنية والشأن اليمني بشكل عام. فريق عمل لجنة الخبراء وهو الفريق المكلف بموجب قرار مجلس الأمن 23/42 في 2017، التقرير الذي تم تقديمه إلى مجلس الأمن عملا بالقرار 2014. هذا التقرير الصادر أشار أنه بعد قرابة 3 سنوات من النزاع يكاد اليمن كدولة أن يكون قد ولى عن الوجود، فبدلا من دولة واحدة هناك دويلات متحاربة، وليس لدى أي من هذه الكيانات من الدعم السياسي أو القوة العسكرية ما يمكنه من إعادة توحيد البلد أو تحقيق نصر في ميدان القتال. مشاهدينا الكرام، المساء اليمني يناقش هذا التقرير ويبحث في النقاط الآتية: القراءة السياسية في تقرير لجنة الخبراء، منهجية التقرير وطريقة جمع المعلومات كما جاء فيه، الحديث عن غياب الدولة اليمنية والإشارة إلى الدويلات المتحاربة، إضعاف سلطة الرئيس هادي في الجنوب، وأيضا القوات التي تعمل بالوكالة لإضعاف وجود الحكومة الشرعية، وكذلك ثروة علي عبد الله صالح التي أصبحت في متناول خالد علي عبد الله صالح الذي يعمل بالنيابة عن أحمد. كما أشار إلى الفرصة التي لاحت أمام قوات الحكومة لاستعادة الأراضي، ومن غير المحتمل أن تظل الفرصة سانحة. هذه المحاور نناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث نبيل البكيري، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف، وكذلك سيكون معنا إبراهيم القعطبي عبر سكايب. بداية مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور لك ومشاهدينا الكرام. أهلا بك أستاذ نبيل. هذا التقرير الدولي الذي جاء كوثيقة دولية تتحدث عن مجمل ما حدث في اليمن خلال 3 سنوات، نناقش هذا التقرير بعد أن نشاهد هذا التقرير. في الجنوب تم إضعاف حكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي جراء انشقاق عدد من المحافظين وانضمامهم من المجلس الانتقالي الجنوبي الذي شكل مؤخرا ويدعو إلى إنشاء جنوب يمني مستقل. وهناك تحد آخر توجهه الحكومة، وهو وجود قوات تعمل بالوكالة تسلحها وتمولها الدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية وتسعى إلى تحقيق أهداف خاصة بها في الميدان. احتجزت قوات الإمارات العربية المتحدة في اليمن أفرادا في 3 أماكن احتجاز على الأقل في اليمن كانت تديرها الإمارات العربية المتحدة وتشرف عليها حصرا. هذه خلاصات سياسية وحقوقية من تقرير أممي يزيح الستار عن الملفات الغامضة في القضية اليمنية، يؤكد المؤكد بتوثيق، ويعد وثيقة دولية عن اللحظة اليمنية الراهنة بأبعادها السياسية والاقتصادية والعسكرية. طاف التقرير في الحالة اليمنية من أقصاها إلى أقصاها، من صنعاء إلى المهرة إلى عدن، وضع النقاط على الحروف وتجاهل وتغافل عن نقاط أيضا، لكنه عزز الخطاب الوطني الذي بدأ يرتفع مؤخرا تجاه مسلك التحالف. الإضعاف الممنهج للسلطة الشرعية من قبل التحالف وتلاشي فكرة الدولة اليمنية بعد 3 سنوات من الصراع وسجون الإمارات وانتقال ثروة صالح لنجله خالد الذي يعمل بالنيابة في ظل غياب أحمد، تفاصيل من التقرير الذي تضمن العديد من القضايا. التقرير أيضا قطع الشك باليقين فيما يتعلق بالقوى العسكرية والميراث السياسي لعائلة صالح، حيث أكد التقرير الصادر عن فريق الخبراء أن الفريق لا يعتقد بأن لدى أحمد علي عبد الله صالح أو شقيقه خالد أو فرد آخر القدرة على إعادة تشكيل شبكة العائلة، ويجد جنود الحرس الجمهوري والحرس الخاص أنفسهم الآن أمام خيارين: إما التحالف مع الحكومة الشرعية أو الانضمام للحوثيين الذين أعدموا علي عبد الله صالح وقادة عسكريين كبارا في ديسمبر الماضي. إذن أستاذ نبيل، برأيك ما هو الجديد الذي تضمنه التقرير الأممي؟ الجديد هو أن هذا التقرير يصدر لأول مرة بهذا الشكل كتقرير أممي معتمد من لجنة خبراء تابعة لمجلس الأمن. محتوى التقرير ليس جديدا، أنا باعتقد أنه على امتداد السنوات الماضية، والحديث يتم على قدم وساق فيما يتعلق بتوصيف الأوضاع الموجودة في اليمن. هناك سلطة شرعية يتم تقويضها وإحلال سلطات ميليشية بدلا عنها، هناك إضعاف لسلطة الدولة وتلاشي لمؤسساتها ونخر مؤسساتها المالية والأمنية، أيضا هناك اشتغال خارج إطار الأجندات المتفق عليها والتي بموجبها تتدخل التحالف العربي.
هناك تقويض حقيقي لسلطات الرئيس هادي والتقويض للدولة اليمنية. سنناقش النقاط التي تضمنها، لكن ألا تعتقد أن هذا التقرير يعني يعد وثيقة مهمة تضاف إلى وثائق مجلس الأمن كأدلة على ما يحدث؟ كما قلت لك أنه الجديد هو أنه يصدر عن جانب أممي، الجانب الأممي هذا يشبه حالة إجماع بين كل القوى والأطراف الموجودة في اليمن والأطراف الدولية أيضا، وبالتالي هذا يعطي مصداقية للتقرير ويعطي قوة باعتباره صادر عن كيان دولي معترف، يعني العالم كله معترف به، وبالتالي لا يمكن لأي طرف من الأطراف أن يقول أن هذا التقرير غير محايد أو أن هذا التقرير ظلمه في هذه الجزئية أو تلك، وبالتالي هذه يعني المعلومات المتوافرة في التقرير هي أيضا متواجدة ويتناولها الإعلام بشكل تام. كيف أيضا تناولها هذا التقرير تناولها بشكل يعني هو ابتعد عن المسار الإعلامي لجمع المعلومات وتبنى المنهجية الميدانية البحثية فيما يتعلق بالاستبيان وزيارة المناطق ولقاء المختصين وأصحاب الشأن والمعنيين بهذه القضايا الأمنية والعسكرية وغيرها من القضايا التي تم تطرق لها التقرير. أنا باعتقادي هذا في حد ذاته أنه يأتي تقرير أممي بهذه القوة في هذه اللحظة، أنا أشبهه بجرس إنذار حقيقي أنه يعني الدولة التي أتى التحالف قبل 3 سنوات لاستعادتها أصبحت أثراً بعد عين، وأن الدولة اليمنية الواحدة التي كانت أثناء أو قبل قيام الانقلاب اليوم أصبحت دويلات، هذه الدويلات اليوم كواقع موجودة أمامنا، دولة الانقلاب في صنعاء، دولة المجلس الانتقالي في الجنوب، أيضا الشرعية واحدة من هذه الدويلات الموجودة متمثلة بسلطتها في بعض المناطق جنوبا أو حتى في الشمال كما هو الحال في مأرب وأجزاء كبيرة واسعة من تعز، وبالتالي أنا باعتقادي أنه هذا الخطر أو هذه المعلومة التي يعني أو الحقيقة التي استطاع أن يصيغها هذا التقرير ليقول للناس فعلا أنه هذه الحرب أصبحت حرب عبثية. نعم، يعني ما الذي سيشكله جرس الإنذار الذي يعني ذكرته، يعني سواء من الناحية القانونية أو السياسية؟ جرس الإنذار من الناحية القانونية أيضا باعتبار أن الأمم المتحدة يعني مسؤولة عن 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 شرعية هذه الدول بالنظر إلى أن المجلس لا يعترف في اليمن سوى بالجمهورية اليمنية. الجمهورية اليمنية ككيان سياسي قانوني معترف به من قبل مجلس الأمن، الكيانات الأخرى التي يتم التحضير لها سواء على مسار العملية الانفصالية في الجنوب أو على مسار العملية الانقلابية في الشمال، هذه حالة طارئة. لكن أيضا أنه جرس الإنذار أيضا يقول أنه يعني هذه الحرب ما لم يكن لها أفق وما لم يتم تحقيق الأهداف التي أتت من أجلها ستتحول إلى حرب أخرى، ستكون حرب بالوكالة وحرب أيضا خارج إطار الشرعيات سواء الشرعية الداخلية للشرعية اليمنية أو الشرعية الدولية للقانون الدولي فيما يتعلق بالانتهاكات اللي ارتكبت، فيما يتعلق أيضا بالمصوغ القانوني لتدخل التحالف العربي الذي تدخل بموجب طلب من الحكومة الشرعية، وبالتالي وباتفاق أيضا، وبالتالي حينما يتخطى التحالف هذه المحددات فيما يتعلق بإسقاط الانقلاب وسعادة الشرعية، أنا باعتقادي سيتحول التحالف من تحالف لدعم الشرعية إلى تحالف عدواني واضح ينتهك. هل حديثك هذا يعني يشير إلى النقطة التي ذكرت أن يعني وربما لأول مرة الاستخدام الخاطئ من قبل التحالف القرار 22/16؟ طبعا أنا باعتقادي أنه يعني مضمون التقرير بهذا الشكل هو أتى ليتحدث على أن القرار 22/16 ربما تم تجاوز هذه المرحلة، يعني أنه يعني التحضير لقرار آخر، وهنا جرس الإنذار اللي تحدث عنه انه ما كان يتم الحديث عنه في 22/16 في القرار 22/16 من انسحاب الميليشيات، تسليم السلاح، يعني عوده الشرعيه، العوده الى العمليه السياسيه او الى الحوار الوطني، كل هذا الحديث الذي كان يتم او كانت عباره عن ديباجه للقرار 22/16 اليوم انا باعتقادي انه المعطيات جديده جدا، وهذا مؤشر خطير انه في معطيات جديده على الارض، في دويلات تتقاتل ايضا، في خروج عن النص المتفق او الاتفاقيه المسموحه بها في اطار مسمى التحالف العربي، انه التحالف بدل ان ياتي لدعم الشرعيه اوجد شرعيات ميليشويه او سلطه امر واقع ميليشويه في 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 مناطق ويدعمها بالسلاح وحرب الوكالة تقوم بها هذه الميليشيات، وبالتالي نحن امام يعني فعلا جرس انذار للحكومه الشرعيه التي وصلت الى مرحله الموت السريري. انا باعتقادي انه يعني حتى نكون صادقين وواضحين انه الحكومه كل ما
يحصل الآن في هذه المرحلة تتحمل حكومة شرعية أكثر من 90% من مسؤوليتها القانونية والسياسية أمام اليمنيين، لأن الحكومة الشرعية الآن يعني في ظل هذا الصمت وفي ظل هذه التقارير التي تتحدث عن تقويض مؤسساتها وشرعيتها، وهي لا زالت حبيسة المنافي، ويعني لا حراك لا 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 لا, لا مكاشفة للمواطنين، مكاشفة اليمنيين حول ما يتم. أنا باعتقادي أنه إذا كان هناك من مسؤولية ستلقى على أحد ستكون في مقدمة هؤلاء الأطراف هي الحكومة الشرعية، هي التي استدعت التحالف وهي التي بيدها وحدها أن تقرر مصير اليمنيين وأن تصارحهم بلديهم. نناقش هذه الفكرة، ولكن برأيك يعني التقرير ربما لأول مرة يورد مصطلح من يحاربون بالوكالة، يعني هذا مصطلح ربما يشير للقوى التي تعمل ضد الدولة، ما أهمية هذا التشخيص برأيك؟ اولا اهميه هذا التشخيص انه هو يتحدث ايضا، دعني اشير الى انه التقرير ذكر بالحرف، قال ان النخبه الشبوانيه والنخبه الحضرميه وايضا الحزام الامني هي قوات تعمل بالوكاله لاطراف اخرى وليست وهي خارج مؤسسات الدوله، وما لم تسيطر وتشرف عليها الحكومه الشرعيه فانها ستؤدي الى تلاشي الحكومه الشرعيه نفسها، هكذا بالحرف ونصا. هذا مؤشر خطير ايضا. ربما ايضا في مصطلح الحرب بالوكاله قد يشير ايضا الى طرفين، يعني الحرب بالوكاله المتمثله بالحزام الامني وما الى ذلك والمحاوله الانقلابيه التي حدثت في اواخر يناير الماضي، او ايضا حتى حرب الوكاله من قبل ميليشيات الحوثي التي ذكرها التقرير بالحرف فيما يتعلق بوجود صواريخ ايرانيه ووجود طائرات بدون طيار ايرانيه ووجود قذائف ايرانيه، وبالتالي حرب الوكالة ممكن أن يطلق على إما على فصائل ما يسمى بالميليشيات الانقلابية أو بالميليشيات الأخرى التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي. كيف يمكن للحكومة أن تستفيد من هذه النقاط أستاذ نبيل، خاصة يعني النقاط المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بهذه الحروب التي بالوكالة، بانحراف التحالف عن أهدافه، والذي يعني ربما يتم التغاضي عنه كثيرا، وكلما ناقشنا هذا الأمر خاصة مسألة النخبة الشبوانية أو الحزام الأمني أو النخبة الحضرمية، يتحدثون أنهم لديكم هؤلاء يمنيين ولا علاقة بالإمارات لهم بها، لكن الآن الأمر أصبح مكشوفا. طبعا الأخطر في الموضوع كله أنه هذا التقرير بالأخير هو تقرير تفصيلي تشخيصي وصفي للأحداث الجارية في اليمن، لكن الإشكالية تكمن أنه هذا التشخيص اللي حاصل الآن أيضا هو يستند أيضا إلى حقائق ومعطيات ومعلومات موجودة على الأرض. الأهم في هذا التقرير أيضا أنا باعتقادي حينما يتحدث عن أنه يعني أنا قلت أنه جرس إنذار، بمعنى جرس إنذار أنه الحكومة الشرعية التي صمتت طويلا هذه المعطيات اليوم أمامها من قبل المجتمع الدولي الذي يراقب العملية السياسية ويراقب الحرب ويراقب ما يتم على أرض الواقع، وبالتالي ليس هناك من طرف معني حقيقة بإصلاح مسار هذه الحرب وإصلاح مسار كل الأحداث الدائرة في اليمن كالحكومة الشرعية، وبالتالي الحكومة الشرعية صمتها ونومها عن مواجهة هذه الحقائق سيعد مسؤولية سيلقى على عاتقها أنها هي المسؤولة أولا وأخيرا عن هذا التشظي الذي ستذهب إليه اليمن. بالأخير هذه اللجنة يعني هي لن تطبق قرارات، بالأخير هي توصيف لأزمة. طيب ما المعني بإنزال هذا التوصيف أو بالتعاطي مع هذا التوصيف وفقا لهذه المعلومات الموجودة؟ يعني مثلا حينما يتم الحديث دائما من قبل مقربين مسؤولين حكوميين أو حتى صحفيين أو حتى باحثين ومراقبين يعني الوضع في اليمن، ويتحدثون عن أن هناك ميليشيات خارج مؤسسة الدولة هي التي قوضت الدولة هي اللي قامت بالانقلابية، طيب بالأخير أنت توصف حدث من خارج الحدث، المعني بهذا الحدث هو الذي يقوم ضده هذا الحدث، هي الحكومة الشرعية التي تم الانقلاب عليها في صنعاء والتي تم إلحاقها بانقلاب آخر في عدن، وهي التي تم تقويض سلطاتها وسيادتها على المطارات والموانئ اليمنية، على تصديرها للنفط والغاز الموقف والتي يتم التصرف فيه من قبل قوى خارجية، وبالتالي المعني الأول والأخير هي الحكومة الشرعية. أنا باعتقادي هذه اللحظة الحاسمة في تاريخ الشرعية اليمنية في تاريخ اليمن، ما لم تتحرك هذه الشرعية تحرك حقيقي، هذا تحرك ينبع من هذه المسؤولية الملقاة على عاتقها، وتوصف أو بمعنى آخر تتواصل مع المجتمع الدولي أنها واقعة تحت ضغوطات ما، أنها واقعة تحت أشبه بحجز جباري، تحت يعني تهديد
بمآلات لهذا التحالف، أنا باعتقادي من حقها أن تتحرك اليوم وتخاطب المجتمع الدولي وتقول أن هناك أطراف تريد يعني تقويض سلطتنا وشرعيتنا، وبالتالي نحن نسحب أي تفويض أو تكليف أو اتفاق مع هذه الأطراف وعليها أن تنسحب. هذا باختصار ما يمكن أن يعمله. أنا باعتقادي أنه اليوم لم يعد الأمر مرهون بأنه سيمنعك من أن تغادر هذه العاصمة أو تلحق بها. أنا باعتقادي أنه تطبيق من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بيد رئيس الجمهورية أو أي من المسؤولين الذين يعني قد لا يستطيعون أن يغادروا المملكة، ربما بإمكانهم أن يخاطبوا العالم بهذه الحقيقة ويقولوا يعني أن هناك مؤامرة على هذه الشرعية. أنا باعتقادي نعم. إذن دعنا عند هذه النقطة، نشرك معنا في هذا الحوار سيد مختار الرحبي مستشار وزارة الإعلام من عمان الأردن. مساء الخير أستاذ مختار. أهلا وسهلا، مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام وعلى ضيفك الكريم. أهلا بك أستاذ مختار. ركز التقرير على مخاطر إضعاف الشرعية في المناطق المحررة وطرح العديد من المطالب للحيلولة دون يعني انهيار أو انهيار الدولة. إلى أي مدى برأيك سوف تتجاوب دول التحالف خاصة السعودية والإمارات مع هذه المطالب؟ هو بالفعل يعني هذه النقطة أنا أعتبرها من أهم النقاط التي أوردها تقرير لجنة الخبراء، هو بأن إضعاف الدولة وإضعاف وجودها خصوصا في المناطق التي تم تحريرها من الميليشيات الحوثي الإنقلابية، يجري الآن للأسف الشديد محاولة لإضعاف الحكومة، وهي بالفعل رأينا الأحداث التي حدثت في مدينة عدن، كانت محاولة إنقلابية على مؤسسات الدولة بفعل أن تم إنشاء وتم رعاية ميليشيات مسلحة أصبحت تمتلك الآلاف من المقاتلين، أصبحت تمتلك المعدات، أصبحت تمتلك الأسلحة الثقيلة، وكادت أن تقضي على تواجد الدولة ليس في محافظة عدن فقط، ولكن هذه الميليشيات تتواجد في أكثر من منطقة، تتواجد تحت أسماء وصفات متعددة، منها الحزام الأمني ومنها النخبة الشبوانية والنخبة الحضرمية وغيرها من المسميات. كل هذه الميليشيات هي تحت أو هي خارج إطار الدولة وتضعف تواجد الشرعية وتواجد الدولة، وهذا طبعا يضعف أيضا حضور دولة القانون في هذه المناطق. المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والعالم أيضا ينظر إلى هذه الأعمال التي تحدث في هذه المنطقة بعين ناقدة، بأن ما يحدث هو محاولة لنزع السلطة الشرعية وتمكين سلطة أخرى مكان هذه الشرعية، وبالتالي هذا يضعف أيضا تواجد التحالف العربي. التحالف العربي تواجده محصور في تحت إطار شرعية رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، وأي تواجد له خارج إطار هذه الشرعية هو تواجد غير شرعي، هكذا ينظر له المجتمع الدولي، وهكذا تنظر له أيضا ينظر له الجميع بما فيهم أبناء الشعب اليمني الذي يعرف أن التحالف العربي دخل في حرب ودخل من أجل مساندة الحكومة، ولكن للأسف الشديد نرى أن أطراف داخل هذا التحالف أصبح يدعم بشكل واضح، بل أنه يرعى ما يسمى بالمجلس الانتقالي الذي يحاول تسويق نفسه أمام العالم أنه هو السلطة الفعلية وهو الذي يتحكم بمجريات الأحداث في مدينة عدن وفي المناطق الأخرى. بالتالي ما جاء في تقرير لجنة الخبراء هو جرس إنذار للتحالف العربي أن عليه أن يراجع سياسته في هذه المناطق. ولو عدنا للوراء أختي العزيزة رأينا أنه كان هناك تماهي من قبل التحالف في ليلة الانقلاب، حين رأينا ذلك البيان الذي أنا أعتبره من وجهة نظري أنه بيان هزيل، حينما جمع أو حينما دعا جميع الأطراف، حين دعا جميع الأطراف إلى يعني وقف إطلاق النار، وجمع بين الشرعية التي هو يقاتل تحت سيطرة تحت شرعيتها وبين ميليشيات مسلحة، هكذا جاء تسميتها في بيان من رئيس الجمهورية والهيئة الاستشارية. نعم. وصفها هذه إذن أستاذ مختار يعني ما كل التحالف وصفها بأنها جميع الأطراف. نعم، مع كل هذه النقاط التي توفرت لدى الشرعية، وربما هذا التقرير هو أول وثيقة دولية توصف الوضع يعني وتسلط الضوء أيضا على الدور الإماراتي السياسي والحقوقي، برأيك كيف يمكن للحكومة أن تلتقط مثل هذه الفرصة ويعني تستفيد منها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الدولة؟ هو بالفعل يعني ما حدث
في الفترة القليلة الماضية هو جرس إنذار في مدينة عدن، وأيضا هذا التقرير أيضا يعتبر جرس إنذار أن على التحالف العربي أن يصحح مساره في اليمن، عليه أن يعلن للجميع يعني يعلن للجميع أن هناك خروج عن يعني عن الهدف المعلن، لأن الهدف المعلن كما نعرف جميعا أن الهدف المعلن منذ اليوم الأول لعملية التحالف العربي وعاصفة الحزم وإعادة الأمل هي دعم الشرعية وإعادة الترعية. ما يحدث في مدينة عدن وفي المناطق الجنوبية الأخرى هو ليس إعادة للشرعية، هو إعادة للشرعية أخرى، هو جاء للتقسيم ولدعم مشاريع أخرى. نحن نقول أن بالنسبة للجنوبيين ورفع مطالبهم هذا ليست لدينا مشكلة مع رفع المطالب السلمية، ولكن أن يتم دعم ميليشيات خارج إطار الدولة تحت إطار الدولة وتحت إطار شرعية الدولة يجب أن يكون هناك موقف حازم من الشرعية وانتخابة رئيس الجمهورية، ويجب أن يخرج للإعلام والحديث بكل صراحة وبكل شفافية ويوسط ما يحدث، لأننا بحاجة الآن إلى الحديث بالشفافية. حينما كان الصمت في 2014 قبل 21 من سبتمبر حينما صمت الجميع بما فيها الدولة على ممارسة الحوثي حينما رفع شعارات منها إسقاط الدولة الفاسدة والحكومة الفاسدة وتغيير حكومة باسندوا، وحينما صمت الجميع وتماهى مع هذه الدعوات سقطت الدولة وذهبت الدولة وجاءت هذه الميليشيات وسطت على مؤسسات الدولة. الآن نقول أنه إذا لم يتحرك أحد وإذا لم يكن هناك موقف حازم من الدولة بموقف معلن أمام الجميع فإننا سندفع ثمن وسيكون هناك انقلاب آخر على الدولة، ولن يتبقى للدولة من حضور في هذه المناطق خصوصا في المناطق التي تتواجد فيها ميليشيات وتمتلك أسلحة ثقيلة. نعم، إذن أستاذ مختار، يعني هل يعقل أن يأتي تقرير دولي ليوضح ما تمر به الدولة اليمنية يعني والمخاطر التي تحدق بها، والحكومة الشرعية أو الدولة الشرعية لا تفصح عن هذه المخاطر وعلى العكس يعني تدافع عن الطرف الآخر في كل اللقاءات التي يعني نحاول الوصول بها إلى رؤوس الحكومة أو يعني إلى مصادر من هناك، هناك دفاع شديد عن الدور الإماراتي، ما رأيك؟ لم يعد هناك أحد يدافع عن الدور الإماراتي، يعني إذا أنا أعرف كثير من المسؤولين يعني حتى البيانات الرسمية لو تلاحظي البيانات الرسمية منذ الأزمة التي حدثت بين رئيس الجمهورية وبين دولة الإمارات بعد أحداث المطار الشهيرة والتي تمرد بها قائد حماية المطار أصبحت حتى بيانات رئيس الجمهورية يشكر فقط المملكة العربية السعودية ولا يتحدث بكلمة واحدة، وهذا الكلام أنا مسؤول عنه، أن معظم أو بل أكثر البيانات الرسمية من فخامة الرئيس ومن الحكومة الشرعية ما الفائدة أستاذ مختار يعني إذا كان فقط يقصيهم من الشكر؟ أستاذ مختار يعني المسألة ليست أن أقصيهم من الشكر في بيانات الرسمية، يعني أنا أتحدث عن 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 كل من يعني يظهر معنا في التلفزيون وهو يعني سواء كان وزير الخارجية، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، السكرتير الصحفي لبن دغر وكثير كثير لا أريد أن أعدد، وهم يتحدثون ويشكرون الدور الإماراتي ونحن لن ننسى ما يقومون به، وكذا لا أحد يتحدث بإفصاح عما يحدث. هل بعد هذا التقرير الذي يعني ربما كشف الأوراق الواضحة والتي كانت يعني نتحدث بها مرارا وتكرارا ويصب حديثنا أنه مجرد إعلام وتهويل وما إلى ذلك، هل يمكن الحديث بجدية عن الآن يعني بوضوح دون يعني أنا لا أريد من فخامة الرئيس أن يستثنيهم من الشكر، أريده أن يتحدث أن هناك خطأ جسيم يحدث ضد الدولة؟ أختي آسيا، بالنسبة لهذا بس يدل على أن هناك بالفعل هناك إشكالية، قد تكون هناك حواجز، قد تكون هناك عوائق، قد تكون هناك بعض يعني الضغوطات على المسؤولين الحكوميين أن لا يتحدثوا بشكل واضح وبشكل صريح عن الانتهاكات وعن ما تقوم به دولة الإمارات في اليمن، ولكن هذا لم يعد خافي على أحد. الشعب اليمني يعرف والمراقبين يعرفون والمجتمع الدولي يعرف والمنظمات الدولية تعرف وتحدثت، بالتالي نقول أن على المسؤولين حتى حينما لا يتحدثوا أصبح الجميع يعرف ما يحدث على في حقيقة الأمر، ما يحدث في أرض الواقع. وتحدث القاصي والداني على أحداث عدن وغيرها وبعدها وما قبلها والسجون السرية وأيضا دعم وتسمين وتموين الميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة، بالتالي أنا أعتقد أن الموضوع واضح والجميع يعرف هذه التفاصيل. ننتظر فقط، يبدو أننا ننتظر فقط لحظة معينة
قد تتحدث فيها الحكومة بشكل صريح وبشكل واضح عن الذي قامت به دولة الإمارات، ولكن الآن المجتمع الدولي يتحدث في الأروقة، في المنظمات، في كل المؤسسات الدولية تتحدث، والبيان الذي أعدته لجنة الخبراء هو أيضا تحدث بكل صراحة عن الدور الإماراتي. بالتالي أنا أعتقد أن الحكومة سيأتي اليوم الذي تتحدث به بشكل واضح وصريح، ولعل هذا اليوم سيكون قريب. نعم، إذن شكرا جزيلا لك مختار رهبي مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. أستاذ نبيل أنت وأستاذ المشاهدين اسمحوا لنا فقط بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذ نبيل. اولا هل لديك اي تعليق على حديث الاستاذ مختار، خاصه فيما يتعلق ب يعني النقطه التي او الفرصه السانحه التي كان لدى الحكومه من خلال هذا التقرير؟ طبعا ترتيب الاحداث التي حصلت طوال الفتره الماضيه من انقلاب يناير الماضي الى الان، الجميل أنه يأتي بعد هذا الانقلاب مباشرة تقرير أممي يوصف حقيقة الوضع الذي تم، بمعنى آخر أنه يعني عملية التهدئة التي أدخلتها السعودية أو التي يعني صنعتها السعودية بين الأطراف الشرعية والجانب الإماراتي وميليشيات الجانب الإماراتي هي لم تكن في حقيقة الأمر سوى تغطية على حالة الانقلاب الذي يعني ضرب أو يعني سلب الحكومة الشرعية مخالبها التي ومؤسساتها العسكرية كالألوية الحمار الرئاسية التي تم إفراغها من قوتها وتم ضربها أيضا، وبالتالي أتت هذه المصالحة كنوع من يعني سد ضوء الشمس بغربال، يعني بمعنى آخر أنه الحقيقة التي تشكلت بعد الانقلاب أنه الحكومة الشرعية في أضعف حالاتها وأنها تحت الوصاية وتحت الحماية حماية الميليشيات الموجودة في عدن، وبالتالي حينما يأتي التقرير الدولي ويوصف نفس هذه الحالة وهي الحالة التي كانت أيضا الحكومة الشرعية يعني تحاول الهرب من قولها للناس، يعني أذكر أنا تصريح للجانب الحكومي، بيان للجانب الحكومي تحدث عن انقلاب في عدن، تحدث عن كذا، بينما الجانب الرئاسي يعني لم يصدر ولا بيان أو تحدث بنوع من يعني عدم كشف ما تم في عدن. الآن أن يأتي التقرير ويضع هذه الحقائق أمام المجتمع الدولي والمجتمع الدولي أيضا أو هذا التقرير والقائمين عليهم بالأخير يسوقون معلومة للناس أنه في واقع آخر تشكل في عدن، هذا الواقع 1-2 في عدن وفي غير عدن يعني، وبالتالي يعني امتلاك هذا يعني هذه المعلومة هي تضع للناس صورة للحلول التي يجب أن تتخذ. وفي قمة هذه الحلول أنا باعتقادي أنه تركيز التقرير بشكل منهج وواضح حول أنه الشرعية في اليمن تتلاشى، أو أنه يعني بل قال بصريح العبارة التقرير أنه يعني تدخل التحالف لإيجاد لإستعادة الدولة اليمنية التي يعني أصبحت أثرا بعد عين أو أنها يعني كأن لم تكن موجودة الدولة في اليمن، يعني هذا حقيقة واضحة اليوم، يعني الإنكار حولها أو الهروب من مواجهة هذه الحقيقة لن يغير من نتائج هذا المشهد أو من هذه الحقيقة. وبالتالي اليوم أنا باعتقادي أنه ليس هناك سوى سيناريوين اثنين، السيناريو الأول هو يعني ظهور الحكومة بكل قوة وحسم وتحديد موقف واضح من الأطراف الداعمة للانقلاب في عدن، هذه الأطراف تستغني عن خدماتها في الحالة اليمنية، صحيح أنه هناك إرباك بين الجانب السعودي والجانب الإماراتي أنه كل طرف لا يمكن أن يتخلى عن الآخر، لكن في حقيقة الأمر أنه التحالف يعني فكرة التحالف هي فكرة سعودية لا علاقة اليمن بها، اليمن علاقتها بالمملكة العربية السعودية التي استدعيت للتدخل في حالة إيقاف هذا التحالف فذهبت السعودية لتشكيل هذا التحالف، بالتالي نحن لسنا معنيين بتفاصيل مشهد الداخل للتحالف، الحكومة الشرعية معنية بأن تقول أن هذه الأطراف غير مدعوة لهذا لاستعادة الشرعية في اليمن، وبالتالي وجودها يعتبر وجودا عدائي، لأنه بعد الانقلاب ماذا بعد الانقلاب؟
يعني اذا كانت هذه الاطراف تدخل يعني ما المنتظر؟ يعني اذا كانت شرعيتك تعرضت لانقلاب يعني تهديد لا يختلف عن الانقلاب الموجود في صنعاء، وبالتالي انت تقع في موقف لا تحسد عليه. الجانب نعم ربما نعم تفضل. السيناريو الاخر وهو السيناريو اليوم الذي لا زال يمضي حتى هذه اللحظه، مثلا على سبيل المثال قام الانقلاب في الجنوب، الانقلاب الذي كان في عدن، انقلاب اليوم يعني هو سلطه الامر الواقع الذي يدير عدن. اليوم ايضا في بعض المناطق المحرره شمالا كجزء من تعز، جزء ايضا من الحديده، جزء ومارب والجوف، اليوم يتم اختلاق يعني اختلاق نفس او تكرار نفس السيناريو باختلاق باعاده ترميم بقايا النظام الصالح وبقايا ما يسمى بالحرس العائلي واعاده تشكيل معسكرات له للدفع به ايضا نحو الشمال لتكرار نفس السيناريو. كل هذا الاشتغال سواء بالشمال والجنوب يعني بالضروره انتهاء شرعيه هادي والبناء او تقاسم النفوذ والسلطه من قبل الميليشيات الحاكمه وهي سلطه الامر الواقع في عدن وفي غيرها. نعم اذا يعني هناك يعني كانت ربما هذه فرصه سانحه للحكومه موضوع الانقلاب ان تقول للتدخل الاماراتي كفى، ولكن يبدو انها تضيع مثل هذه النقطة. وهذا التقرير ربما هي فرصة أخرى، ولكن نوه التقرير أيضا إلى ضرورة يعني أن التحالف يعني يفوت فرصة استعادة الأراضي اليمنية خاصة بعد مقتل صالح وهو حليف الحوثيين. يعني هناك يعني هذه الإشارة برأيك هل هي إشارة إلى عجز التحالف لاستغلال هذه الفرصة، أم أنه سلوك ممنهج اتخذه التحالف نتج عن تباطؤ استعادة طبعا الدولة. في نقطة مهمة في غاية الأهمية لا أحد يركز عليها كثيرا. نعم. هذه النقطة اليوم تتعلق بتطورات ما بعد مقتل صالح. يعني ذهبت قوة التحالف لتبحث في ركام تركة صالح السياسية والعسكرية، فلم تجد سوى الفار الذي هرب من المواجهة طارق صالح لاستعادة ما يسمى بمملكة الصالح العسكرية والأمنية. هذه النقطة في حد ذاتها كفيلة بإنهاء فكرة التحالف وتدخل ليس فقط السعودية الإمارات، إنما تدخل السعودية في الأساس، لأنه هذه الأطراف التي فتحت لها الحكومة الشرعية ذراعها واستقبلتهم في الفنادق في عدن وفي مارب وفي كل مكان وأغدقت عليهم المال وقالت يعني احتضنتهم وعزت في علي عبد الله صالح وعملت بيان طويل بالأخير التحالف بدل أن يعني وهو اللي كان مدفوع ايضا للحكومه الشرعيه او اعطاها الضوء لان تتصرف في هذا الشكل، لم يقتنع بهذا التنازل الذي ما كان للحكومه الشرعيه ان تذهب وتقدمه، بل ذهب الى لملمه فصيل اخر، هذا الفصيل فصيل صالح، وفتح معسكرات له في عدن وفي شبوه، ودعمهم بالمال والسلاح والاعلام ايضا في تحدي واضح لشرعيه الرئيس هادي الذي استدعى هذا التحالف. الرئيس هادي هو الوحيد المخول بحكم الشرعيه التي يمتلكها بايقاف مثل هذه العبثيه. لكن انت الان يعني لكن يعني ما نلاحظ استاذ نبيل ان يعني الرئيس هادي اصبح يعني دوره كدور المتفرج فقط لما يحدث، يعني هناك الكثير من النقاط التي كان يفترض ان يكون لديه يعني موقف واضح، يعني وكما تفضلت يعني ان قلنا انه في مساله حصار او اختطاف او اي مسمى اخر، يعني وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد بصعوبه لاستخدامها، والان هذا التقرير هو ورقه جادة وثقيلة جدا يعني وثيقة في صالح دولية. نعم الحكومة إن أرادت أن يعني تخرج التحالف أو تستند على الموقف الدولي. طبعا يعني تفويت فرصة الانقلاب في قلب الطاولة على 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 الاشتغال الإماراتي في اليمن، أنا باعتقادي أنه هذا التقرير أيضا يعزز نفس هذه الفرصة ويؤكدها بشواهد دولية أيضا، وبالتالي اليوم أنا باعتقادي الفرصة الوحيدة المتبقية أمام الحكومة الشرعية أن تخرج وتصارح المجتمع الدولي وتصارح اليمنية. المجتمع الدولي عنده تصور واضح الآن، يعني مثلا يعني افتراضا بعد الانقلاب كان في نوع من الغبش أو في نوع من يعني عدم اليقين، لكن الانقلاب وضع حسم الشك باليقين وحدث انقلاب بتمويل ودعم وطيران إماراتي على الحكومة الشرعية. الانقلاب تم طبعا يعني حدث ما حدث يعني يعني مسألة أنهم ما وصلوش إلى معاشيق ولم يذبحوا الوزراء الموجودين والحكومة الموجودة هذا شيء آخر جدا يعني وكان مخطط، لكن هم لا يريدون أن يذهبوا إلى هذا الحد باعتبار أنه هذه السلطة الشرعية هي الذي يعترف بها المجتمع الدولي، في حال أقدموا على ارتكاب مثل هذه الحماقة كان سيتحول إلى عدوان واحتلال فعلا.
ايضا تاكيدا لمثل يعني او جر التحالف او جر القوات التي تساهم في هذا الانقلاب الى المستنقع التي ارادت تهرب منه اليوم، اكدوا هذا التقرير اليوم، واكد ان هناك قوى تعمل بالنيابه، ميليشيات تعمل بالنيابه عن قوى خارجيه يعني قوض السلطه الشرعيه وقوض سلطه الرئيس هادي، وبالتالي اصبح مستقبل اليمن في خطر اليوم. وبالتالي انا باعتقادي انه هذا اعطى، هذا الوثيقه الدوليه اعطت الجانب الحكومي الشرعي الورقه الاخيره وجرس الانذار الاخير في ان تتدارك ما تبقى من شرعيتها وما تبقى لها من قوه على الارض، لانه بعد الانقلاب تم تصفيه الحرس الرئاسي في عدن، وتم تصفيه اجزاء كبيره من هذه القوات وتحويلها الى ميليشيات لإعادة تدوير المشهد في الشمال كما حصل في الجنوب. نعم، إذا اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ إبراهيم القعطبي المحلل السياسي والناشط الحقوقي من نيويورك. مساء الخير أستاذ إبراهيم. يا مساء النور لك ولمشاهدينك الكرام. برأيك أستاذ إبراهيم، ما جدوى مثل هذا التقرير يعني وهو صادر عن جهات دولية معتبرة كلجنة الخبراء ومجلس الأمن؟ تفضلي، لما أسمع سؤال تسمعني الآن؟ أسمعك. نعم، إذا أود أن أسألك عن رأيك حول هذا التقرير أو جدوى هذا التقرير، وهو صادر عن جهة يعني لها قيمتها الاعتبارية الدولية كفريق لجنة الخبراء، والذي يعد وثيقة من وثائق مجلس الأمن. أنا في اعتقادي أنه هذا أهم تقرير دولي يصدر في هذا الآونة، وبالذات في ظل الفوضى الذي تحدث في العاصمة المؤقتة عدن، ووضع كل النقاط على الحروف. التقرير قال بشكل دقيق بأن كل ما يعني كل الأعمال التي تقوض الشرعية والذي تخالف القرار السيادي اليمني والتي يعني تقوض الحياة في اليمن هي بكل معنى الكلمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا هو الواضح في اليمن. عندما ذهب التقرير للحديث حول أنه هناك صناعة ميليشيات خارج إطار الدولة تعمل لصالح وأجندة، ذكرها بالحرف الواحد أجندة خارجية، وهم يذكرون دول التحالف وعلى وجه التحديد الإمارات والمملكة العربية السعودية. أيضا تحدث عن الفرص التي قوضتها أيضا الإمارات عندما قتل المخلوع علي عبد الله صالح، وكانت هناك فرصة بأن يرجع كثير من الذين كانوا موالين للمخلوع والميليشيات التي كانت تعمل تحت إدارته الرجوع إلى يعني صفوف الشرعية وإضعاف سلطات الحوثي في المناطق المسيطرة عليها. لكن من قوض هذه الفرصة هي الإمارة العربية المتحدة عندما حافظت على طارق عفاش واستدعته، والآن تدعمه بقوات وإنشاء ميليشيات وحثه على عدم الاعتراف بالشرعية اليمنية، وهذا تقويض آخر للشرعية اليمنية. أيضا تساءل التقرير حول ما هي الصفة القانونية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إنشاء سجون سرية وتعذيب مواطنين يمنيين، وطلبت منهم أيضا ما هي الصفة القانونية التي يعملون بها، ولم يردوا على هذا التقرير. والجديد بالذكر هنا أنه حتى منذ صدور القرار الدولي ضد الحوثيين والمخلوع صالح، رفضت دولة الإمارات العربية المتحدة الإفصاح أو إعطاء معلومات حول الأموال الطائلة التي هربها المخلوع وعائلته إلى الإمارات وإلى مناطق أخرى. فأنا في اعتقادي أن الأمور أصبحت واضحة، أن التقرير يقول بشكل واضح أن هناك من يشعل الفتنة في الجنوب ويمزق اليمن هي دول التحالف العربي بقيادة الإمارات والسعودية. من يقوض الحكومة الشرعية هي الإمارات والسعودية. من يقتل اليمنيين بشكل واضح، وهم استخدموا هذا المصطلح بشكل مباشر ومخالف للقانون الدولي، هي الإمارات والسعودية. نعم، لو تحدثنا أستاذ إبراهيم، إنه الدولة ليست موجودة. نعم، لو تحدثنا أستاذ إبراهيم عن أيضا الحوثيين، ولقد أفرد لهم التقرير نقاط كثيرة، يعني تحدث عن ارتهانهم لإيران، استخدامهم لأسلحة، تهريب الأسلحة من قبل إيران، قتلهم للمدنيين، القصف المباشر للآمنين، استنزاف البنك، سلطتهم في صنعاء، والكثير الكثير من النقاط. ما الذي سيشكله بالنسبة للحوثيين ما ورد في التقرير؟
أنا باعتقادي التقرير يعني هو من ما لا شك فيه بأن العالم كله يعترف بأن الحوثيين ميليشيات إنقلابية وليس لهم أي اعتراف شرعي على السلطة. الكل يدرك ذلك، اليمنيين والتحالف والمجتمع الدولي، بأن هذه السلطات غير شرعية ومجرمة ويجب أن تحاسب، ولذلك هناك قرار مجلس أمن بهذا الخصوص. المشكلة الحقيقية هنا أن التقرير أيضا ذكر أن الحوثيون أنفسهم الآن يعيدون يعني السيطرة بعد قتل المخلوع علي عبد الله صالح في المناطق التي يسيطرون عليها بشكل أدق وأحكم، والآن يسيطرون بشكل دقيق على المناطق الذين انقلبوا فيها والذين يحتلونها الآن. المشكلة الحقيقية هنا هي في دول التحالف التي أتت من أجل استعادة الشرعية وأيضا من أجل حسم المعركة عسكريا وسياسيا، وهي تعمل عكس ذلك. هي الآن في وجهة نظري من حتى يساعد الحوثيين على يعني البقاء في المناطق التي يسيطرون عليها هو هذا التخبط من قبل التحالف العربي والممنهج بتقويض الشرعية وصناعة ميليشيات وخلق الفتنة بين أبناء الشعب اليمني والاستيلاء على الموانئ والحصار، وهذا كله يصب في مصلحة الحوثيون. فلذلك أنا باعتقادي لم يصلح مسار التحالف العربي هو من سيقوض اليمن يعني سيحدث انفصال بسبب ذلك ويكون هناك اقتتال داخليا. فلذلك أنا في اعتقادي أهم تركيز يجب الآن هو على قوات التحالف العربي الذي تخلق الشرخ الحقيقي بين أبناء المجتمع اليمني وبفتنة الانفصال والسجون السرية واحتلال الموانئ والجزر وتقويض الحكومة الشرعية، وذلك يمكن الحوثيين والانفصاليين من حكم البلاد وتدميرها. فلذلك يجب الآن تصحيح المسار. أنا في اعتقادي أن تقرير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة هو جرس إنذار أخير وآخر جرس إنذار بالنسبة للحكومة الشرعية بأن تسحب هذا التقويض القذر الذي أعطى للإمارات والسعودية قتل اليمنيين وتدمير أرضهم وصنع الفتنة بين أبناء الشعب اليمني وتأجيل أيضا يعني هزيمة الانقلاب الحوثي العفاشي. نعم، إذن شكرا جزيلا لك إبراهيم القطبي المحلل السياسي والناشط الحقوقي، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. عودة إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني ما الذي يمكن أن يترتب عليه بعد هذا التقرير، يعني خاصة يعني هل يعد غير يعني فاعل، خاصة أنه أقل فاعلية من قرارات مجلس الأمن البيانات الرئاسية، وكذلك يعد أو يدرج ضمن التقارير غير الإلزامية؟ طبعا هو تقرير توصيفي ليس له أي تبعات قانونية أو ما شابه، يعني ليس ملزما لي، هو تقرير لوصف الأزمة. لكن الجميل فيه أنه بمثابة وثيقة دولية بيد الحكومة الشرعية وبمثابة غطاء لتصرفاتها وغطاء شرعي ليدفعها للحفاظ على شرعيتها المكتسبة المعترف بها دوليا. يعني باعتقادي أنه إذا كانت فقط هذه النقطة في التقرير، أنا باعتقادي أنه سلاح كافي بيد الحكومة الشرعية لتواجه هذا العبث الموجود من قبل التحالف ومن قبل أيضا الميليشيات الانقلابية ومن قبل الأطراف الميليشيات الداخلية. لأنه التقرير وصف بدقة وتحدث عن وجود ميليشيات تعمل بالحرب بالوكالة، ولا تحدث عن 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 سلطة شرعية سواء على الجانب الحكومي. بالتالي أنت معك وثيقة دولية وتقرير دولي أيضا يدعم أي وجهة نظر لك للتحرك. ايضا ما يعني فيما يتعلق بنقط مهمه ذكرها التقرير قبل ان ننسى، ركز على مساله الاموال. الاموال انه يعني لا زال في كل مره يركز على فكره الاموال، لانه الاموال هذه اموال الشعب اليمني وهي اموال بالمليارات الدولارات، وان هذه الاموال تمثل مصدر قلق للحاله اليمنيه، اولا باعتبارها انها سرقه من اموال الشعب، ثانيا باعتبارها انها ستمثل مصدر تمويل ودعم لاي تمردات او لاي اشتغال خارج اطار الدوله. الجانب الآخر أيضا أنه التقرير ركز بدرجة رئيسية حول انتهاء علي عبد الله صالح وانتهاء ورثة علي عبد الله صالح سياسيا وعسكريا، لا يمكن تجميعهم، وأنه لا يمكن أن ليس بإمكانهم أن يعملوا شيء. أيضا التقرير أيضا ركز في على فكرة أنه جماعة الحوثي، جماعة الحوثي جماعة تعمل ميليشيات، جماعة تعمل بالوكالة، أنها نهبت مقدرات الدولة ونهبت موارد المؤسسات وتستخدم نوع من سلطة البلطجة في سرقة أموال الناس وإجبارهم ومصادرة الأموال تحت مسميات تفجير منازل، تحدث عن كثير متعدد. وبالتالي أنا باعتقادي أنه هذا التقرير بكل ما فيه من نواقص أيضا من الأخطاء والمعايب التي
ذكرها او لم يذكرها التقرير هي فكره انه لم يتحدث عن تعز بشكل. انا طبعا لم اقرا التقرير كاملا، انا قرات مقتطفات المقدمه وبعض من مما في التقرير، لكن انا لاحظت ايضا ما فيش ذكر للموضوع في تعز. هذا في حاله ما لم تذكر، لانه لم اقرا التقرير كاملا، لكن في حاله لم تذكر انا باعتقادي انه سيكون مؤشر خطير على وجود نوع من التواطؤ او تعللات وانشغالات ربما الفريق لم يزور تعز او غيرها. نعم، اذا شكرا جزيلا لك نبيل البوكيري الكاتب والباحث، كنت معنا في هذه الحلقه من المساء اليمني. الشكر ايضا لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لان التقيكم في مساء يمني امن باذنه تعالى، التقيكم حينها في الاسبوع المقبل. كونوا برعايه الله وامنه.